أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصريحات ميليشيا الحوثي حول الاستعداد للحوار مع السعودية وعلاقة هذه التصريحات بالأزمات التي تواجهها الميليشيا في مناطق سيطرتها. أبدت جماعة الحوثي استعدادها للذهاب إلى الرياض لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات شريطة توفير حوار علني مع التحالف الداعم للقوات الحكومية. جاء ذلك في لقاء لرئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي يبث الأحد حسب موقع أنصار الله التابع للجماعة. وأوضح الحوثي أن الاتصالات مع دول التحالف ما زالت في مرحلة الجدال ولم تدخل بعد مرحلة التفاوض الذي يفضي لإيجاد حل حقيقي لوقف إطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن. تأتي هذه التصريحات في ظل أزمات عديدة تعيشها الجماعة في الداخل اليمني، منها أزمة كورونا والمشتقات النفطية وصراع الأقطاب وأزمة الخمس الناشبة مؤخراً، ما جعل الكثير من المراقبين يفسرون هذه التصريحات بأنها محاولة هروب للأمام وصرف الانتباه الناس عن تلك الأزمات. نتوقف عند هذه الأخبار لنناقشها في محورين: ما الغرض من تسريب مثل هذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالضبط؟ وهل تنجح الجماعة في صرف انتباه الناس عن أزماتهم الداخلية الخانقة؟ هذه المحاور والعديد من الأسئلة سنتطرق إليها في نقاشنا مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير فابقوا معنا. تبدو الأزمات متشابكة في صنعاء، لذلك عزف محمد علي الحوثي على وتر المفاوضات، وتلك عادة تلجأ إليها الميليشيا التي لا تجيد سوى ضرب طبول الحرب متى ما ضاق بها الخناق. كورونا والمشتقات النفطية وصراع أقطاب داخلي واحتقان مجتمعي، تضاف لها جميعا أزمة الخمس الناشبة مؤخرا. لم يكن أمام الميليشيا من مخرج منها سوى إبداء الاستعداد للذهاب نحو الرياض من أجل إنهاء الحرب كما تقول، لكن ذلك الاستعداد وإن كان القصد منه الاستهلاك الإعلامية مربوط أيضا برؤية الحل الشامل التي تقدمت بها الجماعة إلى الأمم المتحدة حسب تأكيد رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لقناة بي بي سي العربية. فهل يمكن البناء على ما تقوله؟ تاريخها يقول إنه يمكن أن يقال في هذا الأمر 1000 قول، لكن الأهم الآن هل تنجح الجماعة في احتواء هذا الاحتقان بتمرير مثل هذه الآمال الكاذبة؟ هنا تحضر ربما نفياً وإيجاب، على أن تبين الأيام القادمة أياً من الخيارين. الشاهد في الأمور الواردة هنا هو استمرار ميليشيا الحوثي في الهروب من أزمات تخنق الناس في مناطق سيطرتها، حتى جعلت منهم أرقاماً متلاحقة في عداد الموتى، بينما تجتهد هي في التمسك بالحياة وبسلطة الانقلاب. لنقاش أوسع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة، وأيضا من بيروت الصحفي المقرب من جماعة الحوثي طالب الحسني. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك سيد عادل. بحسب مقابلة لمحمد علي بثتها البي بي سي، بحسب ما جاء فيها، محمد علي الحوثي أعلن عن استعداد جماعته للحوار مع السعودية من أجل إنهاء الحرب. ما مدى جدية هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك. بالنسبة لجماعة الحوثي، هذا ليس بجديد، يعني الإعلان الحوثي دائما تقول بأنها مع الحوار، ولكن عندما نأتي إلى الحوار الحقيقي تتهرب جماعة الحوثي، والحركة الحوثية مستعدة للذهاب سواء إلى الرياض أو إلى أبعد ما هو من الرياض إذا كان الحوار من صالحها. حتى اللحظة يبدو أن العمليات العسكرية وأن الأمور تتجه في صالح التيار الوطني وليس في صالح الجماعة الإنقلابية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه من خلال تصريحات ما يسمى برئيس اللجنة الثورية أتى في وقت الجماعة الإنقلابية
يعني تعاني سواء من الأزمة المالية، سواء من المشاكل الاجتماعية، سواء من دخولها مؤخرا في سجال عبثي مع أبناء الشعب من خلال فرضها لما يسمى بالخمس، هي تتهرب الآن من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب. وليس بجديد على الطبقة الهاشمية أن تقول أنها مستعدة للذهاب إلى السعودية. هذه الطبقة السلالية كانت تقول بأنها تعادي النظام السعودي، سواء من نظام ما يسمى بيحيى حميد الدين، مرورا بأحمد حميد الدين، مرورا بالإمام البدر. في البداية يقولوا أنهم ضد النظام السعودي، وفي النهاية يأتوا إلى النظام السعودي ليتحاوروا معه. ولكن أنا لا أعتقد بأن السعودية ستقبل بالحوار المباشر مع هذه الجماعة ما لم يكن في صالح أمنها القومي. سيد عادل، سنعود لمناقشة توقيت هذه الدعوة وأيضا الأزمات داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لكن دعني أشرك معي في النقاش الصحفي المقرب من جماعة الحوثي طالب الحسني. مرحبا بك معنا سيد طالب. إذن اليوم جماعة الحوثي تريد حوار مباشر مع السعودية يفضي إلى حل شامل، بينما لم تتجاوب مع الهدنة التي أطلقها التحالف قبل أشهر. ألا يعني هذا أنه هناك عدم جدية في هذه الدعوة، وأن الغرض فقط منها إظهار نفسها كجماعة تنشد السلام؟ مرحبا بك وبالمشاهدين. أولا يجب أن نتحدث عن ليس جماعة إنما عن دولة. ما يقدم هو يقدم باسم الدولة، باسم المجلس السياسي الأعلى، باسم حكومة القائد الوطني، وهو مشروط. إن قبلت السعودية برؤية الحل، نعم سيد طالب، دعنا نضع الأشياء في مسمياتها. دولة من ومن الذي يعترف بها؟ أنا أتمنى أن تتيحي وقت وأن تحترمي مسمياتي مثلما أن أصمت عن مسمياتكم، يعني تماما. لكن ألا تعتقد أن هذه المسميات نعم هي مرتبطة بالقانون الدولي وباعتراف المجتمع الدولي بها؟ أنا لتسميتي أنا لا أقاطعك سيد طالب، ولكن نعم أنا أحترم. لا لحظة، نعم أنا أحترم، تفضل تفضل، أنصت لها، لا أعترض على تسميتكم لأن ما أعتقد أن هذا اعتقادكم، فدعوني أتحدث بالمسميات الذي أريد. لا معقول، يا غير معقول أن أقول أنا أنهم جماعة مثل ما تريدون أن تقولوني. أنا أقول أن الدولة أعترف بها، لا يهم أن يعترف بها المجتمع الدولي، ليست التجربة الأولى. المجتمع الدولي لم يعترف بكثير من الدورات، لم يعترف بكثير من الدولات التي قامت، ولكنه بعد سنوات رابح واعترف بها. وهذا ما تحصل في اليمن، كان المجتمع الدولي الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة تعيش حالة من التناقضات، وهذا أمر مسلم به. نعود إلى الموضوع، نحن نتحدث عن إن قبلت السعودية مثل ما قال السيد محمد علي الحوثي، إن قبلت السعودية برؤية الحل المقدمة فهم أصدقاء سيصبحون. إذن سيصبحون أصدقاء يتعاملون مع دولة مقابل دولة، ولن يتعاملوا مع مجموعة من الذين يعني السعودية وصية عليهم. ثم أذكر أن الموضوع ليس له علاقة بالطبقة الهاشمية، وهذا حديث أصلا يعني من غير المقبول حتى مناقشته، يعني ليكون الموضوع مفتوح بشكل جدلي على موضوع الخمس. نعم، إذا دعنا نتحدث عن توقيت هذه الدعوة سيد طالب، بالنظر إلى ما تعيشه مناطق سيطرة جماعة الحوثي من أزمات كثيرة وعديدة، منها أزمة كورونا، صراع أقطاب، أيضا الخمس. ألا ترى أن هذه الجماعة تتهرب بإطلاق هذه الدعوة من هذه الأزمات ومن الضغط الممارس عليها من قبل الشعب؟ أولا كورونا فيروس اجتاح العالم وكل دولة تواجهه واليمن يواجهه. موضوع الخمس هذه موضوع جدلي، وهو موضوع كان مطروح للنقاش ولم يخترعونه، كان موجود في القانون اليمني ووصل الى مجلس النواب في 99. نعم، انا احدثك في توقيت سيد طالب، دعنا نركز على سياق هذه الحلقه. توقيت اطلاق هذه الدعوه ليس عمليه هروب، ليس عمليه هروب على الاطلاق. هروب من ماذا؟ هروب من مجموعه من الاشخاص الذين يثيرون الجدل بشان الخمس.
موضوع إيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار هو موضوع رئيسي رسمي، موضوع حاضر في كل زمن وفي كل مكان وبالشروط اليوم. المنتصر السعودية بالمناسبة السعودية تفاوض من تحت الطاولة ولها إذا دعني أسألك سيد طالب، ما الذي قدمته جماعة الحوثي من أعمال تثبت أنها تنشد السلام خلال أكثر من 5 سنوات من الحرب؟ الحرب على اليمن هي حرب مفروضة، لا يستطيع أحد يقول أن أنصار الله والقوى الوطنية في العاصمة صنعاء يحبون الحرب ويحبون أن تكون هناك غارات وألا يخرجوا من هذه الحالة وألا يرفع الحصار. حتى الهدنة التي أنتم أو جماعة الحوثي هي من انقلبت على الدولة، سيطرت على مؤسساتها بقوة السلاح، اجتاحت وقادت اليمن إلى هذه الحرب. إن اعترفتم بهذه الثورة جيد، إذا لم تعترفوا بها هذا شأنكم. هناك ثورة ونحن آمنا بهذه الثورة وآمنا بالتغيير وآمنا بال، لكن هناك انقلاب سيد طالب، هناك انقلاب على الدولة، على حكومة وفاق، على مؤسسات دولة. الآن اليمنيون يقاتلون هذا الانقلاب ويرجون ويشهدون عودة الدولة. الانقلاب بالمعنى الحقيقي هو انقلاب جزء من الدولة على الدولة، جزء من السلطة على السلطة. ما حصل هو ثورة حراك جاء ودخل إلى السلطة، ونحن آمنا بهذا التغيير وآمنا بهذه الثورة. مثل ما حصلت ثورات في كل العالم، حصلت ثورة في اليمن آمنتم بها جيد، لم تؤمنوا بها وكان لديكم خيارات، كان من ضمن الخيارات عدم الإيمان بهذه الثورة، الاستعانة بالحرب، الاستعانة بالتدخل الخارجي. وها أنتم وصلتم إلى نقطة محدودة 5 سنوات، 5 سنوات سادسة لم تصلوا إلى نتيجة. يبدو بأنك سيد طالب مصر على أن يكون النقاش يدور حول المسميات. تفضل بالبقاء معي وسأعود إليك، لكن أنتقل إلى ضيفي السيد عادل دشيلة. برأيك سيد عادل، إطلاق هذه الدعوة في هذا التوقيت أليس هروب من الأزمات المستفحلة داخل مناطق سيطرة الميليشيا؟ أنا كما ذكرت لك في بداية الحلقة هو هروب، وأيضا الحركة الحوثية تحاول أن تظهر نفسها من المجتمع الدولي بأنها تحمل حمامة السلام وغصن الزيتون. هل تعتقد أنها ستنجح في صرف انتباه الناس عن هذه الأزمات داخل مناطق سيطرتها؟ بكل تأكيد الحركة الحوثية تسيطر على المناطق التي تحت سيطرتها بقوة الحيد والنار، وبالتالي لا تسمح لأي أحد بأن ينتقد هذه التصرفات أو أن ينتقد الجرائم الحوثية. الحركة الحوثية عبارة عن ميليشيا مسلحة وفق القانون الدولي، وهي تمارس البلطجة والصد المسلح، وتنتهك القانون اليمني في تحد سافر لكل الأعراف والتقاليد اليمنية. وبالتالي من الصعب الحديث عن السلام مع هذه الجماعة في ظل تمسكها بنظريتها الإلهية. أما بالنسبة للحوار مع المملكة العربية السعودية، فأنا باعتقادي وكما ذكر ضيفك طارق الحسني أن الحركة الحوثية تحاور السعودية منذ ما يقارب 2 عام من تحت الطاولة، وبدعم أمريكي مباشر وبريطاني. معنى ذلك أن الحركة الحوثية التي ترفع شعار الموز لأمريكا وترفع أيضا شعارات ضد التحالف، ما الذي ترمي إليه هذه الحركة من خلال طلب الحوار مباشرة مع السعودية؟ ما الهدف؟ طبعا الحركة الحوثية أنا تكلمت في حلقات سابقة، هي تريد أن تنتزع شرعية لها من خلال الحوار المباشر مع السعودية، ولكن باعتقادي أن السعودية لن تقبل بالحركة الحوثية أو لن تقبل بالحوار المباشر مع الحركة الحوثية وأن تعترف بها كدولة شرعية ممثلة للشعب اليمني، لأن السعودية في الأول والأخير هي تعترف بدولة يعترف بها العالم أجمع وفق القانون الدولي، هي شرعية الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني. وبالتالي السعودية الآن هي تقول بأنها فتحت يعني في الأخير أبوابها مع كل الأطراف. ما سيد عادل، هناك كما ذكر رئيس أو محمد علي الحوثي تحدث أن هناك تواصل غير مباشر مع السعودية، وهو يأمل أن يكون هناك حوار مباشرة. هل تعتقد أن السعودية قد
أو تقوم بحوار مع الميليشيا بشكل مباشر، وبالتالي ستمنحها استحقاق الدفاع عن اليمن وشرعية الدفاع عن اليمن؟ لا أعتقد ذلك. من الصعب الحديث عن هذا الموضوع لأن هذا الحديث سابق لأوانه في الوقت الراهن، والحرب لم تنتهي بعد، وإن كانت انتهت بعض الغارات العسكرية ولكن الحرب لا زالت تدور رحاها على الأرض، وبالتالي المملكة العربية السعودية أمام تحدي قانوني وسياسي وأخلاقي ودولي. من الصعب أن تقبل بالحركة الحوثية في الوقت الراهن، ولكن لا يستبعد أن السعودية تقوم بضم جميع الأطراف بما في ذلك الحركة الحوثية والانتقال والشرعية اليمنية، وأن يجرى حوار سياسي تحت يعني مبادرة أو تحت يعني إشراف السعودية. هذا لا يستبعد، لأنه في الأول والأخير دعيني أوضح لك هذه النقطة. السردية اليمنية تجاه السعودية، كل الأطراف كانت تتهم السعودية بأنها العدو التقليدي، وفي نهاية المطاف على سبيل المثال الرئيس اليمني الراحل كان يعادي السعودية، وفي الأخير قال نطالب بالحوار مع السعودية. الآن الحركة الحوثية كانت في البداية تقول بأن هؤلاء أدوات أمريكا وإسرائيل، والآن تقول بأنها تريد الحوار مع السعودية، أي أن الحركة الحوثية مستعدة لصفقة أو لعقد صفقة مع الحكومة الشرعية ومع باقي الأطراف تحت رعاية السعودية. هؤلاء يبحثون على الأبرياء، وفي نهاية المطاف أنا باعتقادي أن هذا ما سيكون. تفضل بالبقاء معي سيد عادل. أعود إليك سيد طالب. إذن محمد علي الحوثي تحدث عن تواصل مع السعودية، إلى أين وصل هذا التواصل، وهل هناك قضايا شائكة بين الطرفين؟ ما هي هذه القضايا؟ نعم، أولا يعني مبدأ الحوار مع السعودية واضح، الحوار مع السعودية ند ليس الحوار تحت رعاية السعودية، هذا مرفوض، ولو كان هذا مقبولا لكان مقبول منذ فترة طويلة. اثنين، ليس هناك أصبح من الوارد أن يكون هناك أي حوار مع عبد الرب منصور هادي ومجموعته المهترئة والمنتهية، وليس له أي قيمة. والسعودية عندما تفاوض هي تفاوض بعد حرب، ليست شهرين تفاوض بعد حرب 5 سنوات. نحن في العام السادس، السعودية في مرحلة اقتصادية حرجة، والسعودية بدأت ترحل المعسكرات من الحدود، وبدأت تسرح المعسكرات من الحدود، وبدأت تقطع رواتب المعسكرات. سيد طالب، إذا الواضح أن للتحالف أو للسعودية مصالح في اليمن من خلال طلبكم للحوار معها، هل ستمنحها الجماعة هذه المصالح؟ ليست مسألة صفقة، ليست مسألة مساومة، مسألة منتصر ومسألة خاسر. إذن على ماذا يقوم الحوار؟ السعودية خاسرة تماما، السعودية تريد تأمين حدودها، تريد الخروج من هذه الحرب بطريقة غير معلنة، وهذا ما تريد السعودي غير معلنة، مع أنها تريد إبقاء فقط الحصار، وهذا ما هو مرفوض. المفاوضات السرية توقفت عند هذه النقطة، السعودية قبلت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، والسعودية قبلت بالخروج من هذه الحرب، وستترك ما تسمى الشرعية المهترئة للموت للفناء للزوال، هي تركتها في المحافظات الجنوبية وغيرها. نعم سيد طالب، تفضل بالبقاء معي وسأعود إليك للحديث عن نجاح إمكانيات أو إمكانية نجاح الحوار مع السعودية، لكن دعني أعود بسؤال أخير لضيفي عادل دشيلة. سيد عادل، أين موقع الشرعية من هذه الدعوة؟ لماذا يتم تجاهلها من قبل الجماعة؟ طبعا الشرعية اليمنية تخوض حربا ضد هذه الميليشيات المتمردة في داخل الأراضي اليمنية، ولا يهمها دعوات الحوثي من هنا أو هناك، وبالتالي الشرعية اليمنية تعمل وفق القانون الدولي وفق دستور البلاد، وهي في يعني الآن تخوض حربا ضد هذه الميليشيات المسلحة، وهي مستعدة للحوار سواء مع الحركة الحوثية أو حتى مع الميليشيات المتمردة في الجنوب، لأنه في الأخير هذه دولة شرعية وهي مستعدة للجلوس مع هذه الميليشيات إذا كان ذلك سيفضي إلى حل شامل ويؤدي إلى الأمن والاستقرار. إذن الشرعية لا يهم هذه التصريحات وهذه الهرطقات الإعلامية لا من قريب ولا من بعيد. نعم،
شكرا جزيلا لك الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة، كنت معي من إسطنبول. أعود إليك سيد طالب، إذا إمكانية نجاح هذا الحوار ما هو أساسه؟ على ماذا يقوم؟ ما الذي تطالبون به أو ما الذي تريدونه من السعودية؟ يعني تريد اليمن من السعودية أن توقف الحصار وأن ترفع توقف العدوان، ترفع الحصار، وأن تقود حوارا نديا مع اليمن، وأن يكون هذا الحوار عالمي، وهذا ما قاله السيد محمد علي الحوثي، عالمي طبيعي، حوار مع وليس حوار تحت السعودية، حوار معه. إذن وهي المعنية بالعدوان، ما الذي سيجبر السعودية على الحوار معكم؟ ما الذي سيجعلها تتنازل وتقبل بالحوار؟ ما الذي سيجعلها تستمر في الحرب؟ ما هو المشجع؟ الشرعية، الشرعية التي استدعتها وكانت نتيجة انقلابكم على الدولة. الشرعية المزعومة تكسر باستمرار، بقي مأرب، سيتم استعادة مأرب قريبا، وربما حتى الساحل الغربي. لكن 80% من مناطق اليمن لا تزال تحت سيطرة الشرعية. يعني الشرعية غير موجودة لا في الجنوب ولا في الشمال، ماذا معه؟ يعني بماذا ستفاوض؟ ما الذي ستفاوض عليه؟ إذا كانوا ليسوا موجودين في عدن وليسوا موجودين في أبين وليسوا موجودين في الضالع، على ماذا ستفاوض؟ ستفاوض على حضرموت؟ إذا هي غير موجودة في المهرة، وغير موجودة في سقطرة، وغير موجودة وتقاتل اليوم في شبوة مع حلفاء الأمس، على ماذا تتفاوض وبماذا تتفاوض؟ نعم، تفضل. لا تثق بالإصلاح ولا تثق بالشرعية، لم تعد تثق بها. يعني نعم، سأذهب إلى سيد طالب، أعتذر عن مقاطعتك، وسأذهب إلى ضيفي من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان لنتحدث عن إمكانية نجاح هذا الحوار. لو تحدثنا سيد المعذرة محمد القبيبان، لو تحدثنا عن ترتيب أعمال جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين، في اليوم الأول تطلق دعوة للحوار وفي اليوم الثاني تطلق صواريخ باليستية باتجاه المملكة، أنتم في السعودية كيف تقيمون وتنظرون لهذه أو لهذا التناقض الذي تبديه الجماعة تجاهكم؟ هلا بك والله. التناقض يعني هذا جواء كلمة جميلة، أو خليني أبدأ بهالنقطة اللي حضرتك ذكرتيها، تناقض. نعم، يعني 5 سنوات والمنطقة مع هذه الجماعة حاولت إما عن طريق المجتمع الدولي بأن تعقد عديد من الهدن، عديد من المفاوضات، كانت هنالك تنازلات كبيرة من التحالف يعني موافقة مع الشرعية لإيقاف هذا الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط التي هي يجب أن تذهب بها. القرارات الأممية، مخرجات الحوار الوطني وإلى آخره في هذا المجال. ولكن ما أراه أنا هو مضيعة للوقت في الحقيقة، مضيعة للوقت. يعني إذا ما أراد سيد محمد فعلاً، هناك من يعتقد أن الجماعة تريد الجلوس مع السعودية على طاولة المفاوضات من أجل اكتساب شرعية الدفاع عن اليمن، برأيك هل ستمنح السعودية هذا الاستحقاق للحوثيين؟ كنت انا بقول لك انه يعني هذا استحقاق لا يستحقه لا حوثي ولا اتباع حوثي ولا ايران ولا الداعمين لهم. هنا حكومه شرعيه. الاخ الضيف اذا يتكلم يعني يتجاوز على هذه الحكومه فهذا ليس مكان التجاوز. لن تقبل المملكه العربيه السعوديه والتحالف كافه ان يكون هنالك حوار مباشر بتجاهل للحكومه الشرعيه، لانه هذا ليس من حق التحالف. التحالف قدم بأثر دعوة من فخامة الرئيس. إذن هذه النقطة سأنقلها إلى ضيفي طالب. سيد طالب، ضيفي من السعودية ذكر أنه لن يقبل أو السعودية لن تقبل الحوار معكم مباشرة في ظل استمرار تجاهلكم للحكومة الشرعية. يعني أولا السعودية تفاوض سربا في مسقط وسربت الكثير من هذا الحديث ويتفاوض بعيدا تماما عن ما تسميه شرعي. ثانيا، انا اتمنى انه تستطيعوا فقط في السعوديه تعيدوا عبد ربه منصور هادي الى طرف عدن، يعني مبنى صغير في عدن، عيدوه السعوديه تعيده الى مبنى صغير
في عدن ثم سنتحدث. السعودية دخلت في فشل فظيع كبير جدا وهي تعيش مرحلة أزمة كبيرة جدا، ونحن نتحدث عن حرب طويلة. يعني إذا كانت السعودية لديها خيارات أخرى غير الحرب، غير القوة العسكرية، غير الحصار، غير يعني تأليب المجتمع الدولي، غير الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية، فلتجربها. نعم. يعني هي جربت كل ذلك، فما هي الخيار؟ أنا أسأل الضيف عندكم، ما هي خيارات السعودية؟ نحن نتحدث عن حرب، عن عدوان على اليمن 6 سنوات، ماذا تمتلك السعودية من خيارات؟ إذا كانت السعودية وصلت إلى حالة من الانهيار، وأقول لك يعني في اليمن هم أقوى مما كانوا عليه في 2015 ربما بعشرات المرات، لديهم قوة عسكرية، لديهم قوة تسويفية. إذن سيد محمد المعذرة، سيد طالب، سيد محمد طالب الحسني يتحدث منذ بداية هذه الحلقة أن السعودية تبحث عن مخرج مشرف ولو حتى بإنهاء الحرب بشكل غير علني. كان حرب، أعتقد أنه يعني واضح من اللي كاسب في هذه الحرب، المجتمع الدولي فاهم، المنطقة يعني والدول المحيطة بالمنطقة، الجميع الآن اتضحت الصورة لأن هذا التمدد الإيراني العابر للحدود يجب أن يوقف. فمهما حاولوا هذه العصابة، هذه عصابة مجموعة لصوص سرقوا سلاح الدولة، تهجموا، أرعبوا المدنيين، تعدوا حدودهم، توجيهات إيرانية. هو الآن يعني الحوثي، أنا أقول لك هذا لما طلع في البي بي سي، يستجدي ويتمنى في هذه الظروف، كورونا، حالة اقتصادية مدمرة، لا يوجد مشتقات نفطية، لا يوجد أدوية، يريد الحديث، ولكن هنالك حكومة شرعية. إذا ما أراد الحديث فأهلا وسهلا عن طريق الحكومة الشرعية، ونحن نرحب بالحل السلمي. أما مخرج، المخرج من إيش يعني؟ مخرج من هذا ما دمر الله نفسه ودمر الشعب اليمني ودمر المنطقة بهذه التصرفات السيانية. نعم. لذلك أنا أقول سيد محمد، مطلوب هناك حقيقة يعني مقتضاها أن أي حرب لا بد لها مهما طالت أن تنتهي إلى حوار. من خلال تتبع مسيرة جماعة الحوثي مع المفاوضات السابقة، هل لديكم اعتقاد بأن الحرب في اليمن قد تنتهي بحوار، أم أن الخيار العسكري هو الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب؟ لمين السؤال؟ عفوا؟ السؤال لمن؟ السؤال هو من خلال تتبع مسيرة الميليشيا في المفاوضات السابقة، هل لديكم اعتقاد بأن الحرب في اليمن قد تنتهي بالحوار كما تنشد الجماعة الآن، أم أن الخيار العسكري هو الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب؟ لا لا لا، الحوار يعني هو السؤال لك سيد محمد قبيبان. هو الحوار هو الطريقة السليمة. الحل العسكري في بعض الأمور لي يعني جر سلسلة الحوار السياسي أم ممكن، ولكن لا، ما عمري شفت أنا أي سلاح ينتهي إلا بحرب، يعني كما صار في الحرب العالمية الثانية بقوة العسكرية، والحرب العراقية هذا يختلف. كنت أمام جماعة ما يعني مستحيل تنهي معهم حرب، لأنها هي كجماعة طالبان في أفغانستان 11 سنة ممكن تطول الحرب، لكن نتمنى أن يكون هنالك يعني حل سلمي، ولكن ليس بشروط الحوثي وإيران. لا، إيران هي الآن تدفع الحوثي حتى يخرج ويستغل هذه الفترة، يعني يخرج من الأزمة اللي هو فيها. لكن لا، أنا أعتقد أنه المسؤولين في المملكة ينظرون إلى الحل السلمي في التحالف، الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي، غوتيريش، يعني كل المجتمع الدولي ننظر إلى الحل السياسي، ولكن بالطرق التي هي ما يجب أن تذهب به، القرارات الأممية، القرارات الأخرى التي هي في هذا الاتجاه. نعم، أعود إليك سيد طالب. إذن ملخص حديث ضيفي من السعودية بأنكم في كل أو جل المفاوضات السابقة لم تكونوا تؤمنوا بالحوار، وهذه المفاوضات ذهبت هباء، وهو يرى بأن الحل العسكري هو الأنسب والأمثل. ولم يقول أن الحل العسكري الأنسب، هو قال الحل السياسي. وثانيا يعني موضوع الحوار، فشل الحوار لأنه هناك الحل السياسي. نعم ذكر، نعم هو ذكر أن الحل السياسي بين دولتين، ولكنه ذكر وصمم على أنكم جماعة انقلابية ميليشاوية.
يعني الحل العسكري جرب الحل العسكري ولن ينجح في الحل العسكري وجرب الحل العسكري وهم حاليا في نهاية المطاف. التحالف كان مكون من 13 دولة الآن السعودية فقط وتتكاتل مع أدوات الإمارات في الجنوب. يعني الحل العسكري لم يعد حتى متاح ولم يعد ممكنا. إنما أنا أقول لك وأقول له إذا كان لا يزال يسمع الخبيبان نعم. كيف ستخرج السعودية؟ ستخرج السعودية بدون اتفاق سلام، لن توقع اتفاق سلام، هي تقدم نفسها على أنها فقط مساعد لما تسمى الشرعية، وستخرج دون اتفاق سلام ودون أي نعم. نوع بهدوء ستخرج وكأنها فقط كانت مساعد. شكرا. وفشلت الحكومة، وهذا فشل الحكومة وليس للسعودية، وهذا ما تفاوض عليه السعودية حاليا. نعم شكرا لك الصحفي المقرب من جماعة الحوثي طالب الحسني، كما أشكر ضيفي من الرياض الخبير الاستراتيجي محمد القبيبان، وضيفي الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة كان معنا من اسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء في حلقة جديدة.